رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات لرمضان 2022، وتضمن الإعلان ظهور ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بعدة شخصيات، وتلك الشخصيات كانت تربط الأجيال القديمة بالحديثة وسط أجواء من البهجة. حسين في الحفيد، ظهر كريم عبد العزيز بشخصية حسين التي جسدها الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي في فيلم الحفيد، في واحدة من أشهر الأدوار الكوميدية في تاريخ السينما. وجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية عبد الغفور البرعي من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وهي الشخصية التي جسدها نور الشريف. وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل يشبه الفنانة شريهان في فوازير حاجات ومحتاجات. وظهر كريم محمود عبد العزيز في إحدى اللقطات بشخصية لاعب الأهلي الشهير عبد المنعم مصطفى الملقب بشطة.